للحديث أكثر عن ظاهرة هجرة العراقيين غير الشرعية وأسباب ذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مدير الشؤون القانونية بمنظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان محمد عماد. أهلا بك سيد محمد. في البداية، اشتكت الخارجية الإستونية وكما تعلم اشتكت من هجرة العراقيين غير الشرعية إلى ليتوانيا ودول الاتحاد الأوروبي. بداية، ما خطورة الهجرة غير الشرعية على المهاجر في ظل القوانين والاتفاقيات الدولية الهادفة للحد منها؟ نعم، في البداية تحية لكم، وأنطلق على عجالة من سؤال حضرتك بالتأكيد على أن الهجرة العراقية أو الهجرة غير الشرعية للشباب العراقي أو للأسر العراقية هي ليست وليدة هذه اللحظة أو هذه الأيام، لكنها هي قديمة. لكن للأسف ما نرصده وترصده العديد من المنظمات الحقوقية، وهذا ما نقرأه في التقرير الدولي، على أن معدل الهجرة من الفئات العراقية بدأت تشهد تسارعا وازديادا مستمرا. وهذا الأمر يرجع إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها العراق، على الرغم من ادعاء الحكومة العراقية أن الأوضاع هي مستتبة. هذا أولا. ثانيا، الخطورة الحقيقية هي خطورة مركبة، بمعنى أن الشخص الذي يغادر العراق، هناك حالات كثيرة خطر على حياته، يوجد خطر على حياته وتهديد على حياته وحياة أسرته داخل العراق، وينطلق من ظروف نفسية واجتماعية واقتصادية صعبة، ومن ثم يواجه التحديات الصعبة التي يبدو أن الحكومة العراقية لا تبقي لها بالا. ودعني بشكل سريع أؤكد هنا على أن منذ بدء الأزمة السورية والحرب في سوريا أو الصراع في سوريا والانفجار البشري الكبير الذي حصل على الحدود الأوروبية، انطلقت هناك العديد من عصابات الانفجار بالبشر، أيضا الأشخاص الذين يقومون بتهريب الأفراد عن طريق البحار، وهذا الأمر وثقناه في كثير من الحالات، وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص. نحن نتحدث عن مئات أو آلاف، عشرات الآلاف من الأشخاص فقدوا حياتهم خلال السنوات السابقة بسبب الهجرة الغير الشرعية. وأخيرا، تنصل الاتحاد الأوروبي من مسؤولياته القانونية، حتى وإن كانت هجرة غير شرعية فلا يحق للاتحاد الأوروبي أو الدول المستضيفة للاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين استخدام القوة أو إرسال قوات خفر السواحل أو مراقبة الحدود باستخدام القوة. وأيضا يقلقنا جدا التعبير التي سمعناه مؤخرا، ومنها ما ذكرته حضرتك في موضوع التدابير المناسبة أو ما يراه خفر السواحل أو ما يراه قوات حماية الحدود. هذه المصطلحات تحمل قطاياتها الكثير من الانتهاكات، لا سيما وأن الأمر يطلق أو السلطة المطلقة تترك للأشخاص المتنفذين على الحدود، وبالتالي الخطر الشديد يكون على الأفراد المهاجرين وبخاصة العراقيين في ظل الظروف الحالية. سيد محمد، من أن يكون هناك انتهاكات متعددة. بحسب متابعتكم لهذا الملف، يعني ما هي أبرز الأسباب التي تدفع العراقيين إلى الهجرة من العراق في رحلة يصفها متخصصون بأنها رحلات موت؟ نعم، من خلال قراءتنا للأوضاع في العراق فهناك سببين رئيسيين. السبب الأول هو سبب سياسي، والثاني هو سبب اقتصادي. السبب السياسي أن هناك مجموعة من الأفراد، ومجموعة ليست بالقليلة، بسبب الاختلاف في الآراء، وحتى الأشخاص عبروا عن رأيهم هنا أو هناك، أو حتى بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي، أو حتى الاختلاف المذهبي يجعل الشخص مهدد على حياته وحياة أسرته. هذا الأمر غريب جدا حقيقة، أن يكون مجرد اختلاف الرأي هو سبب تهديد على الحياة. والسبب الثاني وهو الأكثر شيوعا في العراق، الأوضاع الاقتصادية الصعبة. نعم، يوجد الآن حكومة عراقية، لكن هذه الحكومة لا تطلع بمسؤولياتها. الفقر يرتفع للأسف في التقارير التي نرصدها بشكل مضطرد. هذا أولا. ثانيا، حالة الانفلات الأمن التي يعاني منها العراق، ووجود جماعات مسلحة وميليشيات مسلحة تعمل بأجندات مذهبية، كان هذا الأمر له الدافع الأكبر لأولئك الأشخاص مغادرة العراق بحثا عن موطن أكثر أمنا ومنطقة يتمتع بها بالحقوق. لكن للأسف عدم مراقبة الحكومة العراقية للأوضاع على الحدود، وأيضا عدم تعاملها مع مستجدات الأحداث في العراق، لا سيما الأوضاع السياسية والاقتصادية، هي التي تدفع الشباب إلى الهجرة. ونتوقع أن تستمر هذه الموجات بشكل أكبر. السؤال الأخير الآن سيد محمد، يعني في ظل الحديث عن المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون، لجنة الحدود البيلاروسية أعلنت عن وفاة مهاجر عراقي. السؤال هنا، ما المسؤولية الأخلاقية التي تتحملها الحكومات من جراء هجرة شباب بلادها؟ تفضل. نعم، هي المسؤولية مسؤولية مركبة، بمعنى ليست أخلاقية وحسب، وإنما قانونية، بمعنى أن الحكومة التي لا تطلع بمسؤولياتها ولا تلتزم بالمعايير الدولية في توفير الاحتياجات الأساسية
لأي مواطن ولا أي فرد يعيش على أرضها هي ملزمة قانونا ومسؤولة قانونا، أولا هذا أولا. ثانيا المسؤولية الأخلاقية في تنسيق الحكومة على الأقل مع الأشخاص أو مع الدول المجاورة. نعم أنت على الأقل أن تقوم الحكومة بعقد اتفاقيات مماثلة لأجل تصدير أولئك الأشخاص بشكل شرعي من أجل العمل، وهذا الأمر تفعله العديد من الدول الأوروبية، لكن ما نجده من الحكومة العراقية صمت مطبق تجاه الانتهاكات التي تجري على الحدود، وأيضا صمت غير مبرر تجاه المخالفات القانونية الخطيرة التي تجري داخل العراق. وكل ما يهم الآن الطبقة السياسية الحاكمة هي كيفية استمرارها في تلك المناصب دون النظر إلى المعطيات السياسية والمعطيات الأخلاقية والقانونية التي تجري في العراق أو على حدوده. وبالتالي كما تتحمل الدول الأوروبية وبخاصة القوات الأمنية المتواجدة على السواحل وحتى في البحار المسؤولية عن استخدام القوة تجاه المهاجرين غير الشرعيين، أيضا الحكومة التي تصدر الأشخاص أو التي تدفع الأشخاص بشكل مباشر وغير مباشر، هنا نتحدث عن الحكومة العراقية والمواطنين العراقيين التي تدفعهم بإجراءاتها وبتكاسلها المستمر وبعدم التزامها بالمعايير القانونية التي ألزمت بها نفسها عندما انضمت للاتفاقيات الدولية بتوفير كافة الحقوق الأساسية للمواطنين العراقيين. نعم هي تتحمل المسؤولية الأخلاقية بشكل رئيسي وأيضا المسؤولية القانونية تبعية عن إجراءاتها وعن عدم تنفيذ التزاماتها القانونية بحق المواطنين والأفراد العراقيين. محمد عماد مدير الشؤون القانونية بمنظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.